السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء. خرجنا في واحد القنش، وكيفاش داير فهمتيني؟ غادي خرجنا في واحد القنش وكتحس بواحد الإحساس غريب، وعامر كله بموكا. فين هي الموكا؟ هاهي هنايا بانت ليكم، هاهي واحدة فين، هاهي شتا، وهاد التانية هي في كرة القدم، هاهي شتا موكا. موكا ما عرفتش كيقولوا ليها شي موكا اللي ما عمرو شاف موكا خلويه، هي موكا خلويه. هانتو ما عامر هنا بموكا كش، حتى الخوف ما كتخافش. ها عامر وحده هنا، وحده ليه، وحده ليه، هذا وليد ديالها. عام الله في معشه اش كيدير الدنيا. اذا غادي يمشيو معنايا، غادي نخرجوا وتنقلبوا على الطريق فين كانت، فين ما كاين الطريق، دوزو من هنا من هنا من هنا، حتى الهدف ديالنا هو مع الطريق ديال الساحليه. وكاين ليه عوا، لكن عوا نتيني، وكاين هنا شي فروج كيعوق انايا. هذا مسخوط الوالد جا. ها نشوف يا اخي، هذا بحال شي كريان هنايا، شي كريان هنايا، شي 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 بني عشوائي، فهمت؟ المهم يا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، اينما كنتم مرحبا بكم قناه انا جيت والله يخطيكم علينا، حنا غنكملوا ليليا ليها. يلا طلنوا في ريوسكم، السلام عليكم، بقوا معنا، تابعوا معنا هاد لي بلاي ليست، غنجمع لكم في البلاي ليست غنكتب فيها 1 2 3 4 وهي غادي. يلا السلام عليكم ورحمه الله.